مراكب الصيد بالجر بميناء أسفي وعضو الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي بالمغرب. غنبدأ أولا غنتكلم باسم غرفة أربع مراكب الصيد بالجر بميناء أسفي. فالسياسة ديال الوزارة اتجاه قطاع الصيد البحري في هذه السنين الأخيرة كنشوفوا على أن هناك بعض القرارات اللي كتخرج في صالح القطاع ولكن في نفس الوقت كتضر بالقطاع. ف مثلا الى جينا نشوفوا اخر ما تصدر من طرف وزارة الصيد البحري هو الدورية ديال الصناديق في الصيد الساحلي وخاصة السردين. داك الصناديق ما يجوش يعني باش نهضروا شويه بالدارجه ما يجيش في الكوبرتا فوق ظهر الباخره، وهذا غادي يقلل من الكميه ديال الصيد. فهنا المهنيين كيطلبوا من وزارة الصيد البحري انها دير واحد الاستثمار في المراكب اللي هي مثلا تبنات ما بعد 1997 وتخضع للعصرانة والتحديد، لأن كاين مراكب اللي هي عندها أقل من واحد الطوناج ما يسمحلاش باش تاخد واحد الصيد اللي غادي يغطي ذاك الرحلة ديال الخروج الى الصيد. ميناء أسفي ايضا كذلك حتى هو كباقي الموانئ الاخرى ما كاين بعض البواخر اللي غدر من هذا القرار، وقرار يمكن نقولوا ايجابي، لان واش الوزاره هنايا خرجت هذا القرار باش يكون التقليص في الصيد او شبه الراحة البيولوجية أو جودة الأسماك، إلا أن أكثر المراكب اللي هي صغيرة غتضر من هذا القرار اللي خرجته الوزارة. هو الإفراغ ديال البواخر الأجنبية هو بند صادر في الاتفاقية ما بين الرباط وبروكسل. الآن وزارة الصيد البحري بغات تطبق هذا القرار ديال الافراغ والشحن ديال البواخر الاجنبيه في الموانئ المغربيه، مثل مثلا طنجه اللي كانت محظوظه بجوج ديال الموانئ، العرائش، الدار البيضاء، اكادير، العيون، طنجه، ولكن ميناء أسفي ديما مسكين كما كنقولوا غائب، رغم ان الصيت ديال الميناء كان على الصعيد الوطني في الانتاج، في الافراغ، في التصبير، في التصدير الى غير ذلك. ميناء أسفي تقصى غادي نقولوا في الاقطاب الصناعيه ديال الاستراتيجيه اليوتيس، رغم انه هو قطب صناعي منذ السبعينات، ولكن ملي جات الاستراتيجيه ديال اليوتيس 2009 قصات ميناء أسفي من هاد الاقطاب، رغم انه قطب صناعي كبير وكانوا فيه المعامل في السبعينات ما يناهز تقريبا 56 معمل صناعي ديال الكونسيرف ديال التعليب. الان التقصى في هاد المرحله ديال البواخر الاجنبيه اللي غتفرغ الحموله ديالها في الموانئ المغربيه، لان غادي تحرم اولا من تشغيل اليد العامله، غادي تحرم من يعني داك كنقولوا المحطات ديال البنزين حتى هي ما غتشتغلش مع هذا، وهذا يعني كيضر بالمهنيين ديال قطاع الصيد البحري بميناء أسفي. ثم النقطة اللي هو عاود تقصى منها هو أن المراكب ديال أسفي
ما يمكنلاش تفوت البلاكاد الربعين ديال 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 الصويره، ما مسموحش ليها باش تمشي تصيد في اكادير ولا في العيون كباقي الاسطول المغربي الوطني الاخر. وهذا حنا كنشوفوا حيف من طرف وزاره الصيد البحري في حق ميناء كبير، ميناء الاساد ديال الموانئ المغربيه، وهو اللي بين نقولوا ولحد الان لا زال يغذي الاسواق. هو ميناء اسفي عنده اعضاء في 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 الغرفه البحريه، الغرفه البحريه ديما الوزاره ملي الغرف البحريه الوزاره ملي كتجي تخرج واحد القرار او واحد المشروع لابد كتستشار مع الغرف. فميناء اسفي عنده 5 اعضاء في الغرفه الاطلسيه الشماليه بالدار البيضاء. هنا الدور كيكون دور ديال هاد الاعضاء ديال الغرف، هم اللي خصهم يدافعوا على ميناء ديالهم، هم اللي خصهم يعني يعطوا بدائل ويعطوا اقتراحات في الغرفه او للوزاره باش يكون هاد الميناء رائد، باش يوصل هاد الميناء كباقي الموانئ الاخرى. لا يعقل كما قلت ان ميناء كبير، ميناء معروف على الصعيد العالمي، وما كنجيو الفوائد كيتقصى. واش هادشي مقصود؟ الله اعلم. هو كان هناك كيقولوا طاحين بلا جعجعة ولا شي حاجه بحال هذا الشكل. هذا هو خص بعدا اولا الناس تعرف بان هذاك السمك المجمد كيتجمد في 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 الطراوه ديالو، كما كيطلع من البحر يعني كيخضع للتجميد، يعني باقي كنقولوا باقي كيفرطط، باقي كيموت وكيتجمد، يعني كتبقى الجوده ديالو كتبقى احسن من الحوت الاخر، كيبقى شابر الجوده. هي فكره جد ممتازه. علاش؟ لان المغرب الحمد لله ما يناهز 220 طن من الاسماك اللي يعني اللي تكلت في هذا رمضان المبارك، وبالمناسبه كنقولوا رمضان المبارك للجميع. المغاربه كلوا يعني الصول ب 25 درهم، كلوا الميرنا ب 25 درهم اللي كانوا كيشوفوها يمكن غير في التلفزيون، في رمضان راه كلوها. اذا احنا نسجعوا ارباب المراكيب ديال التجميد، ماشي ديال اعالي البحار، لان احنا ما عندناش اعالي البحار، ديال التجميد على هذه المبادره. غير بين غير كفكره، ان مره اخرى ان شاء الله الا قدموا على نفس الفكره يعني يقسموا هذه الاسماك، لان 25 كيلو ملي كتجمدها باش تخرجها خاصها تتكل مره واحده، ما خصكش تردها للفريكو كتخسر. يقسموا هاد 25 كيلو، يديروا كيلو كيلو ونص، جوج كيلو باش نص كيلو باش يكون في المتناول ديال الجميع. هو عدد الجمعيات او عدد التعاونيات، لا التعاونيه كاين غير تعاونيه واحده، تعاونيه المسيره الخضراء ديال الصيد التقليدي، ومن هنا كنحيي الرئيس ديالها على العمل الجاد اللي كيقوم به بصدق. اكثر في الجمعيات خصنا نرجعوا، هي حتى الحكومه ولا الدوله خصها تراجع هذاك البنود اللي 5 الاعضاء، 5 ديال الناس، 4 ديال الناس كيديروا جمعيه. الان ميناء اسفي فيه 53 جمعيه، راه ماشي سهله، 53 جمعيه كيجمعها غلفهم. حتى هاد رؤساء هاد الجمعيات ما غيمكن لهم يسيروا الحركه الايجابيه ديال القطاع او اي قطاع من القطاعات، سواء في القطاع الصيد البحري او قطاع اخر. علاش؟ كاينو دغيا كثرت الجمعيات، كثرت الاحتكاك، كثر يا ريت لو كان الاحتكاك في العمل، في العمل يعني الميداني، ولكن الاحتكاك من اجل الاحتكاك. ولهذا انا كنقول ان خص اعاده النظر في يعني الوصل المؤقت او الوصل النهائي لبعض الجمعيات، او مراقبه ان الجمعيه اللي لا تشتغل او لا تجدد
المكاتب ديالها، فخص يكون واحد القرار صارم. يعني ما بقاوش كنتلعبوا بالاوراق، لان اثناء الاجتماع الرسمي او اثناء باش تخرج واحد القرار مع السلطات المينائيه او مع السلطات المحليه، وكتلقى شي كيشرق وشي كيغرب، وهذا غير القطاع هو اللي كيضر، ماشي هو اللي كياخذ، هو اللي كياخذ العصا كما كنقول. هو المراقبه كتحملها السلطات المينائية، ومي كنقولوا السلطات المينائية كنقولوا وزارة الصيد البحري، ومي كنقولوا وزارة الصيد البحري كنقولوا مندوبية الصيد البحري. يعني في المراقبة أو في التصريح بالمنتوجات، هذا الدور ديال 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 الوزارة، ماشي ديال رئيس مقاطعة أو رئيس مكتب من المكاتب، لا، هذا الدور ديال مندوبية الصيد البحري. ولكن كاين بعض المجهودات اللي كتقوم بها، الا ان النقص في الموظفين كيؤدي دائما لبعض المسائل ما كتقومش على ما يرام. فاذا دخلوا مثلا 4 المراكب ولا 5 المراكب في وقت واحد، هذاك الموظف اللي من غادي يكونترولي، واش غيكونترولي الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ وتبارك الله، سواء في الصيد السمك الصناعي او في الجار، راه بحال. ف هنا خص تضيف يعني الموظفين في الاداره باش يقدروا يعطيو النتيجه. لا يعقل ان البحار على يعني على مدى حياته كيعيش بين هبوب الرياح وعلو الامواج، وكينعس فوق الكوبرتا، وفي اخر المطاف ملي كيمشي للتقاعد كيلقى عنده 1000 درهم ولا 900 درهم. هذا غير 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 معقول، وانا غير راضي عليه صراحه بصدق. هنا علاش كنقولوا التصريح بالمنتوج؟ يعني حنا من هذا المنبر، انا شخصيا كنادي على ارباب المراكب والربابينه، وحطوا بالربابينه، خصهم يصرحوا بالمنتوج ديالهم قليل او كثير، فيه ربح، فيه ربح. علاش؟ لان لا يعقل كمينة اسفي من الموانئ الكبار كما قلنا، كتلقى البحر ديالو في نهايه المطاف ما عنده والو. لا، خصنا نعطيوه حقه. ثم البحر عنده الغياب ديال التمثيليه ديال النقابه، غير قائمه غير كائنه داخل الميناء، ما كاينش التمثيليه ديال 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 البحار. وكاين بعض البحاره اللي هما ما كيفتوش على كيخليو الفرصه. حنا لا، الضمير ديالنا ما خصوش يسمح لنا، خصنا اولا نعطيوه العرق ديالو اللي كيستحق، يعني نصرحو بالمنتوج ديالو باش يكون عنده التغطيه الصحيه والتغطيه الاجتماعيه، ويكون عنده التقاعد مريح. علاش لا كباقي القطاعات ديال البر؟ ولكن كنتمنى ان كاين هناك، يعني كاين هناك علامات ديال ايجابيه، بعض المراكب اللي هي زعما كتأدي الواجب ديالها مع البحار. وكنتمنى الله يهدينا لطريق الخير، ولكن هذا ما فيهش هذا عمل انساني في حق بحار، ماشي غادي الميناء اسفي من طنجة لبويرة. جميع حنا كنسمعوا من الوالدين ديالنا، راه اللي كياكل العرق ديال البحار راه يحاسب يوم الحساب والعقاب. غادي تكون تما، يعني غندمو في ذاك الوقت تما. وكنتمنى يكون الخير ان شاء الله. طبعا في التنظيم في بعض المسائل اللي هي كتكون ما كترضيش ميناء اسفي كيف كان، لان ميناء اسفي اليوم كنحسو يا ريت، كنطلبو يا ريت لو كان
كما كان في الماضي. حنا كنتمنوا الميناء ديالنا يرجع هي كما كان في الماضي في الثمانينات في اواخر التسعينات، ما بغيناش يتقدم اكثر، لا يرجع للنور. حنا كنتمنوه يرجع للنور، ما يتقدمش. وهذا اشاره واضحه، اشارتك ختاميه فيما يخص داخل الميناء. كلمه اخيره. كاين غياب بعض المرافق، كاين غياب بعض المرافق اللي خصها يعني الوكالة المينائية والسلطات المينائية كلها خصها تنوض تحسن فيها، مثل مثلا المراحيض، مثل مثلا المقاهي، مثل مثلا ما كنلقاوش يعني بوتيك ديال الجرائد داخل الميناء، كتمشي للموانئ الاخرى كتلقى يعني اي حاجه كتمناها واجده. ولكن نشوفوا، ما بغيتش نتطرق لبعض الاشياء اللي هي مثل يعني توسعه الميناء. احنا منذ 1999 وحنا كنطالبوا بهذه التوسعه باش تخرج الوجود، ولكن مع الاسف ديما كاينه اما عرقله من المهنيين واما عرقله من الاداره. ولهذا غنختم هنا، كنتمنوا الجميع انه يشمر على اليدين ديالو ويزيد القدام، لان هذا الميناء هو الان كيشتكي ويبكي الى الله، لا من المهنيين ولا من السلطات المينائيه.